بالنسبة لفئة الشباب واللي بيتمتعوا ببنية جسدية قوية واللي بيعتقدوا إنه المرض ما رح يصيبهم وإذا صابهم حتكون الأعراض جدا خفيفة، أنا اليوم حابة لكم إنه كلياتنا معرضين قد ما كانت بنية جسدنا قوية إنه ننصاب بالمرض، لهيك خلونا نحمي اللي حوالينا ونحمي أنفسنا ونحد من انتشار المرض، خلونا كلياتنا ناخذ اللقاح ونشجع اللي حوالينا ياخذوا اللقاح كمان، اللقاح آمن وفعال ومتوافر.